معنا من دبي الدكتور زهير خشيم الاستشاري لعلاج الأمراض النفسية. أهلا بك معنا دكتور زهير. هل التعلق بمواقع التواصل الاجتماعي يعد مرضا نفسيا بالفعل؟ حياك الله اخي استاذ احمد. والله هو ما نقدر نقول عليه مرض نفسي، نقول عليه ادمان اكثر من مرض نفسي، هو يعتبر ادمان. فالحكايه وما فيها انه الناس نعم بتدمن على الموضوع هذا وصار جزء من حياته. نعم يعني اتذكر انا قبل يومين في واحد من الاصحاب قال وقف علينا النت وصرت معصب ومنقطع انتهت عن حياته العالم يعني. تماما، انتهت حياته تقريبا، شايف؟ فهو ادمان. ادمان اسبابه له عده اسباب. الاسباب منها مثلا خلينا نقول ليش ده، اللي هو الملل. اها الملل، الانسان ملول يعني ما عنده حاجه، او الفراغ تقدر تقول كمان في نفس الوقت. الوحده، شايف؟ أها السريه، انه يبغى حاجاته كلها سريه يعني ما حد يدري عنها. الهروب، الهروب من الواقع اللي فيه، ما هو مرتاح في حياته العاديه، شايف؟ نعم وبعدين بتجيك شويه اغراءات كمان. نعم يعني إذا جمعنا إذا هذه كلها مع بعض، شايف؟ هنا بتسوي يصير عندنا إدمان. دعني دكتور زهير أطرح عليك بعض الأسئلة التي وردتنا من المتابعين على صفحة أخبار الآن على الفيسبوك. يعني تفضل. أسباب هذا التعلق الكبير، يعني ترى أن الخوف من ضياع تعليق أو فقدان ملاحظة يحرم الشخص من النوم في بعض الأحيان، ما سبب هذا التعلق؟ ممكن تقول إذا أنا مستني خبر معين، خبر نجاح ابني، نتيجة معينة، اقول لك اوكي ماشي الحال. أها لكن اذا بس مستني يعني مراسلات عاديه، فهذا شيء يعني ما لزوم، يعني ما ممكن استنى عليه بكره، شايف؟ نعم فهي زي ما قلت لك، هو الواحد يعني الفضاوه والوحده والملل بيخلي الواحد بالطريقه هذه، انه انا حاسس بنفسي اني انا مهم وبستنى خبر معين. أها كلها امور نفسيه. نعم سؤال آخر وردنا أيضا، علاج هذا الموضوع خاصة هذا الإدمان، هل ممكن التخلص منه برأيك؟ بالتأكيد ممكن التخلص منه. هو في معاهد في أمريكا بتستخدم علاج للحكاية هذه، إنه بتعزله عن الجوال، بتوري له إنه كيف حياته بدون السوشيال ميديا هذه. بيتعلمه، بتدرسه، بتقول له اجلس انت اسبوع زمان بدون المعالجة. في الصين ساووا معسكر زي ما تقول عسكري، بحيث إنه يحطوه يعلموه الأمور العسكرية اللي بيتعلم فيها الانضباط، نعم ياكل في وقت معين، ينام في وقت معين، يوري انه ما هو بحاجه. هنا في حاجه مهمه لازم ما تغيب عننا، لا تنسى انه الانسان هذا المدمن، اذا صنفناه مدمن، هو انسان مضطرب نفسيا اصلا. نعم نعم سؤال آخر أيضا وردنا على الفيسبوك، هل يمكن لمثل هذه المواقع التواصل الاجتماعي المتابعة بين حين وآخر لوسائل التواصل الاجتماعي على الهاتف مثلا أن تؤدي إلى ضرر في الذاكرة، ضعف في الذاكرة؟ هو صرف الانتباه اللي بيحصل معانا هنا، صرف انتباه. انا صارف انتباهي كله مركز على السوشيال ميديا هذه، فحياتي العاديه واولادي وعملي ما بحصل فيه متعه. المتعه عندي في السوشيال ميديا هذه. لا تنسى هو داخل كمان احيانا يكون داخل باسم مستعار، وهو نعم معروف هو مين، نعم وعنده الجرأه انه يتكلم وينتقد، وهو معروف هو مين. نعم أشكرك جزيلا الدكتور زهير خشيم الاستشاري للعلاج النفسي، كنت معي مباشرة عبر الهاتف من دبي، شكرا جزيلا لك.